بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معنا مشاهدينا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينك. النهارده معاكم ايمان مختار، وهنفضل مع بعض لغايه الساعه 3. طبعا برنامجنا بيكون على الهواء مباشره زي ما عودناكم دايما. طريقه التواصل بتكون عن طريق حاجتين، يا عن طريق التليفون يا عن صفحتنا على الفيسبوك. تليفوننا الارضي 09000841، ولو عايزين تكلمونا على الموبايل 1480 1480 من اي موبايل ومن اي تليفون ارضي على 09000841. صفحتنا على الفيسبوك بالعربي برنامج لايف كلينك. النهارده محضرين موضوعين مهمين جدا. الاول وحشتوني، بقالي كتير ما شفتكوش، يعني من فتره، يعني من اكتر من اسبوع و10 ايام الاحداث طبعا اللي فاتت، وحشتوني جدا جدا. ويلا بقى النهارده نتفاعل مع بعض. النهارده الفقره الثانيه اللي معانا هنتكلم فيها عن الجهاز الهضمي والمعده. يعني معانا زي ما بيقال كده، يعني ايه، يعني استاذ هذا القسم والدكتور الكبير الدكتور محمد المنيسي، وفرصه عظيمه جدا يكون معانا الدكتور محمد النهارده ونتكلم فيه عن كل مشاكلنا وكل الجهاز الهضمي والمعده وكل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها الايام دي، وخصوصا الايام دي ومش عارفه ليه. وده برضه هنساله له، ليه الايام دي المعده عند الاطفال وعند الكبار تعبانه. لكن خلونا بقى نبتدي بأول فقرة معانا النهاردة، وطبعا هو موضوع واتكلمنا فيه كتير وهلسه هنتكلم فيه كتير لغاية ما نقتله بحثا، لغاية ما نلاقي حل ويبقى الناس كلها عندها الوعي والثقافة والمعلومات حول الموضوع ده، اللي هو سرطان الثدي. سرطان الثدي يعني من الأورام الخبيثة، واللي يمكن الرعب او يعني العفريت لدى اي سيده ان هي مجرد ما تسمع عنه او تتفرج حتى بمعلومات تقول لك انا ما بحبش اسمع. لا، تحبي تسمعي. ليه نحب نسمع؟ لان ناخد معلومات ونبقى عندنا وعي ازاي نتعامل في حياتنا وازاي نبعد عن هذا المرض الخبيث وما يجيلناش لا سمح الله. كل ده هنتكلم فيه. بس اسمحوا لي ارحب بضيفي الموجود معايا في الاستوديو، الاستاذ دكتور عبد الفتاح الشيخ، استاذ مساعد جراحه الاورام بكليه الطب جامعه الازهر. ماشي استاذ مساعد، لخبطتني مع استاذ دكتور. دكتور عبد الفتاح الشيخ، استاذ مساعد جراحه الاورام بكليه الطب جامعه الازهر. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. طبعا يعني احنا في البدايه، انا عارفه ان الموضوع مجرد ما حد بيسمع سرطان الثدي يقول لك، يعني دايما احنا في ثقافتنا كمصريين ما نحبش نسمع عنه، ما نحبش نتفرج على الموضوع ده، وما نحبش نقرب منه ولا حتى نقرا عليه نقرا عنه. ليه؟ مش عارفه ليه. يعني هو يقول لك دايما الواحد بيفكر في حاجه تجيله، يعني مش عارفه ليه عندنا في مصر ما نحبش نتكلم حتى في الامراض. هو هي دي حقيقه. بس سرطان الثدي بالذات يجب يكون له وضع خاص، لانه واحد من الاورام اللي قابله للشفاء تماما. طب ده خبر حلو نبتدي بيه حوارنا عشان نبتدي نسمع بـ 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 يعني بتفاؤل. فاذا كان هو كده فاحنا اكيد لازم يعني نبذل كل الجهد في ان احنا نشخصه بدري، وان احنا نشخصه كويس ونحطه في المرحله بتاعته، فبالتالي نختار العلاج المناسب، لان واحد من الاورام القابله للشفاء. نعم. فاذا قلنا كده لا، يبقى ده اكتر واحد المفروض نقرا عنه، اكتر واحد نعرف عنه، واكتر واحد نبذل مجهود في اتجاهه. طب تمام، ده يعني انا مبسوطه ان احنا ابتديناها بالتفاؤل، ان ده مرض بيشفى تماما، يعني 100% ممكن نسبه الشفاء، فده حاجه كويسه. خلينا بقى نروح بقى نرجع تاني فلاش باك. ايه هو سرطان الثدي؟ يعني سرطان الثدي بيجي في اي الاعمار؟ يعني في سن كام بيجي؟ للبنات الصغيره ولا السيدات مثلا بعد انقطاع الدوره الشهريه؟ اسئله كتير بتدور في ذهن كل المصريات، كل السيدات. هل في اكلات مثلا بتزود سرطان الثدي؟ هل في اكلات بتخلي السرطان ده يظهر في جسمي؟ يعني عارف حضرتك كل الهواجس حوالين هذا المرض وكل المعلومات بقى، يعني ايه هو سرطان الثدي وازاي انا بصاب بيه كسيد؟ طب نقسمهم كده معلومه معلومه. طبعا اكيد هيبقى سؤال سؤال. نبدا الاول باحتمال الحدوث او نسبه حدوثه. هو في رقم بيتقال، الرقم ده ما بيتقال كده على العموم بيبقى رقم مزعج شويه، يعني بيتقال ان هو بيحصل لواحده من كل 8 ستات. الحقيقه ده رقم يعني اول ما يتقال مزعج شويه، لكن لو قسمناه بالنسبه للسن نلاقي الارقام غير كده خالص. يعني لو قلنا ست في سن ال 30 احتمال الاصابه واحد لكل 900. ماشي، غير الرقم احنا قلناه في الاول خالص، احنا قلنا الاحتمال عموما واحد من كل 8 ستات. فده رقم الحقيقه يعني مزعج. مرعب. مش مزعج. خلينا نقول مزعج. من 8 سيدات واحده ده رقم كبير. هو حقيقه الرقم ده ان ده يعني بيسموه لايف تايم ريسك او احتمال الاصابه طول العمر. ده بيتقاس على الست اللي وصلت 80. بيتقاس على الست اللي وصلت 80 سنه، فده بيتقال ان معدل الاصابه واحد لكل 8. لكن لو قسمناها بقى بالنسبه للسن لا، الموضوع مختلف خالص. يعني عند سن ال 30 واحد لكل 900 ست، عند سن ال 45 واحد لكل 600 ست،
فبالتالي مع السن بيبدا الامور تبقى اكتر شويه في احتمال الحدوث. طيب تمام. في برضو معلومه تسهل الموضوع، احنا الستات عموما واحد من كل اثنين بتروح للطبيب تشتكي من امراض الثدي. اللي راحوا دول اللي هم نص الستات نصهم بيضطر يعمل عينه. ماشي، اللي عملوا عينات نصهم في الاغلب يثبت ان فيه ورم في الثدي. نعم. فيبقى وصلنا برضو للرقم اللي هي 1 ل 8، بس 1 ل 8 ايه؟ وصلت سن 80 سنه. وصلت سن 80 مش 1 ل 8 في العموم يعني. طيب دكتور، مع الابحاث بقى يعني والدراسات يعني ايه اكتر حاجه بتسبب سرطان الثدي؟ والله هو المسبب الرئيسي جيني. جيني ومش جين واحد، يعني جينات وراثيه وجينات مش جين واحد، يعني العديد من الجينات التفاعل بتاعها بينتج عنه الاصابه في باورام الثدي. لكن بعض العوامل البيئيه الموجوده بقى والعوامل الهرمونات الاخرى لها دور كبير. يعني لو قلنا العامل الجيني والوراثي هو رقم واحد، يجي وراه العامل الهرمونات، يجي وراه بعد كده العامل التغذيه، الحقيقه دوره مش كبير. ماشي، لكن قائم. التدخين له دور، نوعيه الحياه لها دور، اللايف ستايل يعني له دور مهم. يعني حتى لو انا ما عنديش مثلا جينات وراثيه، بس خلينا ناخدها خطوه خطوه. ما دام حضرتك قلت ان هو يعني الرئيسي اللي هي الجينات. الجينات. طيب دلوقتي اسره مثلا توفت الجده بسبب سرطان الثدي. فبعد كده بنتها بقى، يعني المفروض ان هي تبقى الكشف الدوري كله قد ايه؟ لان هي خلاص اوريدي عارفه ان عيلتها فيها اصابه بسرطان الثدي. اوكي. خلاص فيها تاريخ مرضي. لو قلنا في تاريخ مرضي في العيله بسرطان الثدي. ما تبقاش ايتم واحد كده، ما تبقاش رقم واحد في الجده جالها، لا ده فيها تفاصيل كتير. كام فرد في العيله؟ ايوه. عند سن كام؟ هل كان في سرطان ثدي في الرجاله في العيله دي؟ هل كان في اورام اخرى في العيله دي، وخصوصا اورام المبيض والرحم والقولون؟ نعم. بعد الاجابه على السؤال الاسئله دي بنقدر نحط العيانه دي في يعني مجموعه بين ثلاثه، يا اما عندها خطوره زي بقيه المجتمع، يا اما اعلى شويه، يا اما اعلى كتير. تمام. ماشي، فبالتالي اللي عندها واحده بس في العيله الحقيقه الخطوره يعني ما بتنتش بشده. في البدايه بتشوف اذا كان العيله كلها ولا مثلا فرد او حاله استثنائيه. لا ما بيتقال تاريخ مرضي. يعني حتى الاب جد. لازم نعرف مثلا اذا كان جاله اورام مثلا. لازم نسال كده. تاريخ مرضي ستات ورجاله. ستات ورجاله. اذا كان في تاريخ مرضي رجاله في العيله بيبقى الكون وراثي قوي. يعني دي معلومه برضو مهمه. لان دايما احنا بنركز كسيدات ان مين السيدات اللي في البيت اللي جالها، يعني جدتي، خالتي، عمتي، يعني احنا دايما بندور على السيدات فقط. وجود في العيله راجل مصاب بسرطان الثدي يعني على طول يحطنا في ان احنا مجموعه اكثر عرضه. حتى لو رجل واحد السادي. رجل واحد هو ممكن رجل يجي له سرطان ثدي؟ 1% من اورام الثدي في الرجاله. 1%. ده برضو خبر انا اول مره اعرفه. لا طيب، في خبر مجنن البنات على الفيسبوك وعلى التويترز والمجلات والجرايد، من اول ما سمعوا ان انجلينا جولي شالت الثدي بسبب ان هي عارفه ان خالتها جالها سرطان ثدي، وهي عندها احتمالية الإصابة. شوف إزاي يعني برة، يعني احتمالية الإصابة راحت راحت على طول فورا استأصلت الثدي. ليه بقى ده؟ وهل ده إجراء صح صحي أم لا؟ وده صح ولا لا؟ يعني مفيش حاجة صح ولا دي بروباجندا؟ لا مش بروباجندا طبعا. مفيش حاجة صح تماما، مفيش حاجة غلط تماما. هي ما كانش عامل وراثي بس، هي عملت الجينات اللي قلنا عليها وطلعت ايجابيه عندها. والحقيقه الجين اللي طلع ايجابي عندها اللي بيبقى موجود عنده الجين ده احتمال اصابته بسرطان الثدي 85%. وما بيجي بيبقى نوع من الانواع الاكثر 80%. يعني قوي جدا. يعني خالتها جالها؟ لا، هي خالتها جالها ثم هي عملت الجين، هي عملت الجين فثبت انه ايجابي، ثبت انه بوزيتيف وان احتماليه اصابتها بسرطان اللي عنده الجين ده احتمال الاصابه عنده 85%. 85% دي نسبه عاليه جدا. احنا كنا بنتكلم 1 ل 3000 وواحد لكل 600، انا بقول نسبتها هي 85%. دي نسبة عالية جدا. بيبين التحليل ده ان انا ممكن اصاب بكام في المية؟ لا، اذا هو التحليل ده ايجابي بيبقى المريضة دي احتمال الاصابة 85%. تمام. اوكي. ففي تاريخ مرضي ثم عملت الجين طلع ايجابي. في الوضع ده احنا بنعرض على العيان، بنعرض له الحقائق بقى، احتمال الاصابة كذا، اذا حتى اذا جاله وتابعنا وعملنا يبقى فيه كذا، اذا عملنا الجراحة اللي هي الاستئصال للثدي على الجهتين واعاده بناء الثدي يبقى ايه الاخبار؟ فيعني ده قرار بيناقش مع المريض. لا يمكن حد يفرضه عليه. معلش يا دكتور عشان نفهمها اكتر، يعني هي دلوقتي خلاص جينيا هي هتصاب نسبه الاصابه مثلا بنسبه 85%. طب هي استأصلت الثدي وركبت ثدي صناعي، خلاص؟ طب ما هي مش برضو جينيا، يعني ممكن يجي لها برضو نفس الاصابه. سؤال مهم جدا. هو لازم يعني كل يعني الواحد بيقعد يفكر مع نفسه كده، طب ما ممكن يجي لها يعني جراحات الاورام الوقائيه
كلها عشان تقلل الريسك، عشان تقلل الخطوره، مش تمنعها في 100%. اه هي كده الخطوره قلت بالنسبه لها بنسبه 90%، لكن تبقى 90% بس تبقى ان شاء الله لو 1% تبقى الخطوره قائمه طبعا. اه بس انت شايف ان ده يعني ده وعي مثلا، يعني اللي هي عملته طبعا النجمه الكبيره العالميه انجلينا والله جولي، حب يعني يعني ده وعي ثقافي؟ يعني انا مثلا خلاص كفرد او مواطنه مثلا انا عارفه ان انا هصاب بالسرطان في يوم من الايام لان انا جيناتي بتقول كذا، فانا اروح متجه. انا عايز اقول لحضرتك قرار استئصال السدي عندنا في الوطن العربي مش بس في مصر ده بيبقى على السمع مفزع ومرعب، لان مجرد اي سيده اول ما الدكتور يقول لها احنا احتماليه استئصال ثدي بيجي لها حاله نفسيه سيئه جدا وبتدخل في 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 اكتئاب شديد ومزمن، ممكن توصل للوفاه من كتر تفكيرها في استئصال الثدي. فتخيل حضرتك نجمه عالميه ويعني طبعا قرار شجاع، نسبه الجمال هايله يعني، فبالنسبه لها عادي، خدت الخبر عادي. قرار شجاع مبني على معرفه. احنا يعني في احوال كتير بيبقى المريض تنقص المعرفة أو رافض المعرفة، ماشي، مش عايز يسمع المعلومة، مش عايز يعرف المعلومة، فبالتالي القرار بالنسبة له صعب. ثم إعادة البناء خليتها خرجت بثدي شكله نفس الشكل أو جايز يكون كان أجمل شوية. طيب فما كانش عندها مشكلة. تمام، إحنا عايزين بقى ندخل في المؤشرات. يعني أنا عارفة إن الكشف المبكر قد إيه مهم وخصوصا في سرطان الثدي. يعني بيوفر على الدكتور قد إيه يا دكتور؟ يعني بيوفر على الدكتور وعلى المريض مشوار كبير. طيب عشان نوصل للكشف المبكر احنا المفروض في سن كام، انا كسيده في سن كام اروح اعمل كشف مبكر دايما او يعني اشاعات الماموجرام؟ بس نتفق ان الكشف المبكر معناها الكشف في عدم وجود اعراض. في سن كام كل قد ايه؟ اذا اي عرض ظهر ما بقناش كشف مبكر، بقينا بنكشف عن العرض ده. ما انا اقصد بقى احنا قسمها نصين، الكشف المبكر كل قد ايه وبعد كده ندخل في الاعراض. احنا بنتكلم بقى العين، الكشف المبكر معناها ان المريضه تروح لوحدها بدون وجود اي عرض في الثدي. كل قد ايه؟ ده بيبدا من سن من 20 ل 40 سنه. بيبدا من سن ال 20. من 20 من ال 20 من 20 ل 40 مجرد فحص سنوي عن طبيب. سنوي؟ سنوي. طيب. من ال 40 بيبدا الفحص السنوي بيضاف اليه فحص الماموجرام والاشعه التلفزيونيه. طيب تمام. لو احنا ده من غير اي اعراض ومن غير اي مؤشرات، لو نتكلم بقى في الاعراض ولما تظهر الاعراض دي المفروض اعمل ايه؟ ايه الاعراض ان اي فتاه او اي سيده ما عندهاش برضو المعلومات الكافيه عن سرطان الثدي بس تبتدي لما احنا نقولها تقول ده انا كنت حاسه باللي الدكتور قاله، ده انا لما حطيت ايدي كذا حسيت بكذا. ايه؟ طيب خلينا نقول المعلومه ان اي عرض في الثدي ممكن يبقى عرض لمرض حميد او مرض غير كده. فبالتالي مش هقدر اقول ان العرض ده علامه مرض حميد والعرض ده علامه غير كده، ماشي، بس باختلاف النسبه. يعني اذا فتاه بتشتكي من كتله في الثدي، ماشي، او مجرد تغير في الملمس، فده عرض مهم يجب ان احنا نهتم بيه لان احتمال انه يكون ورم احتمال قوي في الملمس. تغير في الملمس، احس ان فيها مثلا بمعنى ان السيده بتفحص الثدي كل شهر، وبتفحص الثدي بتقسمه كاربع اجزاء، والحقيقه الفحص الدوري كان واحد من مقومات الكشف المبكر. نعم. لكن دلوقتي ما عادش بنعول عليه قوي. نعم. وما عادش بنجاوب عليه الا اذا سالناه، لانه يعني دوره ما هوش قوي. تمام. ماشي. ده بيتعمل ازاي؟ يعني كل شهر المفروض مع اخر يوم من البريود السيده بتفحص نفسها. في اول وضع وهي قدام المراه، ثاني وضع بتبقى وهي في سريرها ونايمه فليت. ليه اخر يوم في الدوره؟ الاحتقانات بتبقى اقل. طب تمام. اوكي. الثدي عباره، لو تخيل ان هو دايره كده، بنقسمه لاربع ارباع، وتحت الابط دي جزء كمان. بتمر ايديها على الاربع اجزاء دول بطريقه منتظمه، يعني تبدا من فوق يمين شمال بطريقه دائريه مثلا، وتحت الابط. وتعمل الكلام ده في الناحيتين، تعمله هي في الناحيتين، وتعمله هي نايمه. كده هي هتبقى حاسه ملمس الثدي عندها ايه. اذا حصل اي تغير في الملمس بس، ماشي، بمعنى المنطقه دي مش زي المنطقه دي الناحيه الثانيه، ده على طول لابد نعتبر ده تغير في الملمس، ويجب ان هي تتوجه نكمل بقى الكشف بتاعنا عليها. طيب حضرتك قلت تحت الابط. طيب احيانا كتير جدا بنشوف بنات بيجي لها يعني حبايه او بيجي لها مثلا كلكع او حيل كيس دهني تحت الابط، ودايما دكتور الجلدي بيقول لك ده من يعني نتيجه نزع الشعر. أوكي. او كل الحاجات الشعر دي اللي هي او مزيلات العرق اللي هي لها علاقه بالجلد ويعني ما اقدرش امسكها بعيد عن الجلد ومتصله بالجلد. اوكي ماشي. انما الحاجات اللي بنتكلم عليها تبقى مش في الجلد، تحت مش في الجلد. طيب. لكن هو طبعا المريض ما يبقى فيه شكوى لابد يتوجه لطبيب جراح او جلديه. طيب. الاثنين هيقدروا يشوفوا. يبقى احنا مبدئيا الاعراض اللي هي الخارجيه اللي هو الملمس من اول كتله، من اول كتله محدده. من اول كتله محدده.
ماشي اقدر امسكها، تقدر تمسكها بايدها كده، دي شكوى مهمه جدا. او تغير في الملمس، بس المنطقه دي مش زي المنطقه دي، مش زي المنطقه، او اختلفت عن الشهر اللي فات، يبقى يجب ان هي تنتبه. دي طيب. اول حاجه. تاني حاجه، ممكن تحس ان في افرازات من الحلم، وده عرض مهم، والعرض ده زي ما قلنا ممكن يكون حاجات حميده او حاجات غير كده. طب هذه الافرازات دي برضو للعلم يعني للي بيسمعونا، مثلا لونها مثلا ابيض اصفر، يعني امتى اقول ان هي ان هي يعني مش مهم، ماشي، مش مهم، يعني ممكن اتجاوز عنها، ما تبقى في الناحيتين، لما تبقى في الثديين، خارجه من اكثر من فتحه من الثدي، ماشي، ما تخرجش الا بالضغط عليها، ماشي، وما هياش بلاد، ما هياش دم، ما هياش مدممه، دي ابقى مطمن شويه، مطمن لحد ما، لا. بس برضو نكشف اي عرض، يعني اي عرض لازم نتوجه بعد منه لطبيب يطمننا. تمام، يبقى برضو قلنا الافرازات من الثدي، الافرازات من الثدي، وقلنا امتى هتبقى يعني في الاغلب لحاجه حميده، اذا كانت من ناحيتين، اذا كانت خارجه من اكتر من فتحه من الثدي. لان احيانا يا دكتور في بعض السيدات بعد الرضاعه ما يعني ما بينهوش مرحله الرضاعه بامان، ومش عن طريق الدكتور، احنا بدأنا يعني تلاقيها قفلت الرضاعه، فطمت ابنها، بس ولسه فاضل الثدي فيه لبن، وبتفضل فتره من الزمن مش مهتمه او اهملت الحته دي ان هي تروح للدكتور عشان تنهيها بامان. احنا بدأنا بالعرض اللي هو يعني يبقى غالبا ورم، ده ليه نسبه علاقه اللي هو الرضاعه واللبن اللي بيبقى مثلا متخزن في الثدي بقاله فتره، وان هي مش متابعه مع الدكتور كويس بعد الولاده او بعد انتهاء فتره الرضاعه. نقسمهم سؤالين، لا يعني ده ليه سبب بسرطان الثدي. هل الرضاعه نفسها لها علاقه باورام الثدي؟ الرضاعه الطبيعيه لها سبب من اكثر الحاجات اللي بتقلل احتمال الاصابه. بس جم بعد كده عدلوها وقالوا ثلاث مرات رضاعه، مرتين رضاعه، ولا اي رضاعه طبيعيه؟ رضاعه بسن ان شاء الله مره واحده، رضاعه بسن 25، قبل سن 25. تمام. طيب هل بقى يعني عمليه الرضاعه نفسها وجود لبن يتخزن يعني له تاثير؟ الحقيقه لا. ماشي، ملوش تاثير، ملوش تاثير، طب الحمد لله. طيب تمام. طيب حملات البرا، والناس بيقول الناس اللي بتنام وهي لابسه البرا وهي نايمه فده بيأثر على الثدي، الناس اللي هي بتضيق البرا، يعني عموما المنطقه دي ليها علاقه بالاصابه بهذا المرض؟ لا خالص. ماشي، يعني البرا شكله السايز، يعني بيبقى برضو احيانا بعض البراهات بيبقى فيها حديده، فالناس بتبقى مثلا بتلبس الحديده طول الوقت. هل هي نفسها لا حقيقه في العلم، هي دي معلومات فلازم تتقال يعني. هل هي نفسها تجيب ورم في الثدي؟ لا. ماشي، لكن اذا كانت من نوع مش جيد في حديده ممكن تعمل اصابه والتهاب في الدهون في الثدي، فينتج عنه كتله. الكتله دي ما نقدرش نفرقها ما بين الورم وما بين الالتهاب في الدهون. لان احيانا الناس بعد خلع البراف تقول لك ده بحس بوجع في الثدي. غير وجع، ممكن تحس اذا كان هو يعني من نوعيه فيه حديد او فيه معدن، ممكن تحس بيحصل التهاب في الدهون. التهاب الدهون ده يعمل لي كتله. الكتله دي ابقى مش عارف افرقها بينها وبين البراف، اخش بقى في ان انا لازم اعمل العينه ونستنى العينه وكده، فيجب ان يكون من نوع طيب معدن. بس هل ده صح ان ارتداءه طول الوقت ام لا؟ يعني الارتداء طول الوقت بيقلل ملوش علاقه بالاورام الثدي خالص، ملوش علاقه، يقلل الالام، يقلل الاحتقان، يقلل التغير في شكل الثدي. تمام. طيب مزيلات العرق والحاجات الموضه اللي احنا بنعملها، يعني تلاقي مثلا لوشن معين، لوسيون معين، اويل للجسم، ما اعرفش بيعمل رائحه ايه، مزيلات العرق الجديده والغريبه، يعني في انواع كتيره جدا، اللي شفاف واللي مش شفاف واللي ما اعرف، يعني هل كل مستحضرات اللي هي ما تخص منطقه الابط والثدي ليها علاقه بهذا علاقة المرض الخبيث؟ بالتهاب غدد العرق تحت الابط. ماشي، مش باورام الثدي. طب غدد العرق اللي تحت الابط دي ما لهاش علاقه بسرطان الثدي؟ لا، دي غير الغدد الليمفاويه خالص. طب دي غدد موجوده لها علاقه في الجلد نفسه. طب خطر مزيلات العرق على الغدد دي؟ التهاب متكرر في الغدد، والتهاب الغدد دي مشكلته ان يبقى متكرر ومتعدد. ماشي، يعني نعالج ناحيه يحصل الناحيه الثانيه. فبيبقى المرضى اللي بيحصل لهم كده لازم يوقفوا النوع ده من المزيل، ولازم يوقفوا النوع ده من طريقه ازاله الشعر، ويغيروا النوع تاني، وبس مش مزيل عرق، يبقى شاور متكرر. طيب هل الحاله النفسيه يا دكتور ليها علاقه وطيده بسرطان الثدي او بالاورام عموما؟ طبعا. ماشي، اراده المريض للشفاء وتمسكه بالشفاء احد اهم العوامل اللي بتساعدنا ان احنا نوصل للشفاء باذن الله. لها علاقه بالاصابه؟ مش ثابت. مش ثابت بالاصابه، مش ثابت. اصل دايما نسمع يعني انا النهارده وانا بتفرج على التلفزيون قبل ما انزل اجي الهوا، فكنت بتفرج على المحامي بتاع محمد حسني مبارك،
فريد الديب، فكان بيتكلم بيقول ان حسني مبارك اول ما زعل على حفيده، يعني فعلا النهارده وانا نازله كده اول ما زعل على حفيده اللي مات في نفس السنه جاله سرطان، فرابط ان الراجل من كتر حزنه فجاله سرطان. يعني فهل فعلا الحزن والكآبة مفيش علاقة علمية ثابتة؟ يعني ما فيش هرمون معين بيتحرك في جسمنا وهو الواحد زعلان ونفسيته تعبانة؟ لم يثبت انه في علاقة ثابتة ما بين حالة نفسية وورم في الثدي او ورم بنكرياس مثلا. ده مش ثابت. ملوش علاقة. لا مش ثابت. ما اقولش انه مش علاقة. مش ثابت. مش ثابت. ما قد يثبت بعد كده، لكن هو في الوضع الحالي مش ثابت. اي حضرتك بتتكلم على دلائل علمية ثابتة عشان نقدر نقول لا ما هو يعني مش ثابت. بس غير ثابت. هو مش ثابت دلوقتي. ماشي، هل يثبت بعد كده؟ ممكن، لكن دلوقتي مش ثابت. طب هل بقى ندخل بقى على الحاجات اللي المشاهد دايما بيحبها؟ وانوه تاني لارقام تليفوناتنا من اي موبايل على 1480 ومن اي تليفون ارضي على 093841 وصفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينك، ونسمع قاعدة على الصفحة اي كومنت هتقوله لنا وهنقوله لكم على الهواء مباشرة. الاكلات بقى اللي احنا بناكل بشتى الطرق ومختلف انواع الاكلات، وهل فعلا الدهون والفاست فود والجانك فود والحاجات كل الحاجات اللي احنا بنيها هنا ليها علاقه بسرطان بالسرطانات عموما وخصوصا سرطان الثدي؟ الحقيقه طبعا ليها علاقه. في نوعيه من الاطعمه لها علاقه بتزود احتمال الحدوث، وفي اطعمه بيوصفوها ان هي طعام وقائي. ماشي. الدهون عموما، اللحوم الحمراء لها علاقه بالاصابه باورام الثدي. الحاجات الوقائيه بقى الحاجات يعني معظم الحاجات الخضراء، الشاي الاخضر، البروكلي، من الحاجات الوقائيه. لا قبل ما ندخل في الوقائي، هي الدهون بس ولا في حاجات تانية ممكن ناكلها مثلا الحاجات الحريفه مثلا؟ هل ليها علاقه بالسرطان؟ احنا بنتكلم على الحاجات الغلط. بنتكلم على الثدي ولا عموما؟ ان جنرال وبعد كده لا ان جنرال، يعني كل حاجه لها طعمها خاصه بيها. يعني لو قلنا الحريفه ناخد بقى الجزء العلوي من الجهاز الهضمي اللي هو بيبدا من اول التجويف الفمي، المريء، المعده. طب تمام، خلينا نتكلم فيها الدكتور محمد المنيسي فقره ثانيه عن الاكلات اللي بتسبب الاورام والسرطانات. لكن عمليات التجميل عموما، طيب يعني دلوقتي في تكبير وفي تصغير وفي حاجات كتير جدا، يعني هوس عمليات تكبير الثدي والحاجات دي كلها ليها علاقه بالسرطانات؟ ما هياش مسببه. البعض ذهب للادعاء ان هي بتقلل الاحتمال، بمعنى ان اذا الحجم كتله الثدي قلت بنسبه 50% فممكن احتمال الاصابه يقل بنسبه 50%. نعم. مش اكتر من كده. كان يعني العلاقه ما بين التجميل والاورام كان هم تضاد. لا دلوقتي خلاص بقت هم حاجه واحده بالظبط. حتى الست اللي بتصاب باي ورم او سرطان في الثدي بقت بتعالج بطريقه اقرب للتجميل. طيب تمام، خلينا بقى ننهي بالعلاج بقى، يعني علاج سرطان الثدي هل هو علاج عايز فترات طويله؟ هل هو علاج مكلف جدا ولا علاج بسيط؟ ويعني بيتم العلاج ازاي ومراحل العلاج؟ والله احنا عندنا بعد ما بنشخص المريض بيتحط يعني واحد من نقدر نقول واحد من اربع مراحل، والاربع مراحل دول ساعات نعملهم ان هم اربع امراض مختلفه. تمام. لان العلاج بيبقى مختلف خالص. طيب لو الكشف المبكر اظهر الكشف ان المبكر في ورم بسيط، ورم بسيط في مرحله اولانيه، احنا بنبدا بالجراحه. ماشي. ثم بعد الجراحه نقرر هيبقى فيه كيماوي ولا لا، هيبقى فيه اشعاع ولا لا. تمام. اوكي، لكن بتبدا بالجراحه الاول. يبقى الجراحه شلناه الاول وبعد كده بنقرر شلنا ايه بقى؟ الورم. في المرحله اللي بدري بنقدر نقول شلنا الورم. في البدري. الكشف المبكر. في الكشف المبكر. تمام. ماشي، شلنا الورم بس. بس. نحتفظ من غير كيماوي. نحتفظ بالثدي زي ما هو. ماشي، وكمان يعني نحتفظ بالثدي بمظهر جمالي بنفس المظهر الجمالي اللي قبل. تمام. العمليه او اثناء استئصال الورم نفسه نجري بعض الاصلاحات التجميليه اللي ينتج عنها ثدي اجمل. طب يعني والله ده لطيف جدا. اذا كان حصل تهدد يعني يتعمل، اذا كان الحجم اكبر يتعمل، يعني استئصال الورم مع تجميل الثدي في نفس الوقت. لا دي خلاص دي بقت الطريقه المعتمده. لو مرحله متاخره شويه، يعني مش مبكره، يعني في النص مثلا. مرحله في النص اللي هي الورم انتشر للغدد، حجمه اكبر شويه. انتشر للغدد اللي تحت الابط. تمام. دول عاده نبدا معاهم بعلاج كيماوي. خمس ست جلسات يخلص الكيماوي نخش في مرحله الجراحه بعد كده. الكيماوي ده بيعمل ايه يا دكتور؟ لان دايما بنسمع على العلاج الكيماوي ده قد ايه شرس وقد ايه متعب وقد ايه مرهق للمريض وقد ايه بيجيب له حاله نفسيه، بيبقى قيء وهذيان، ويعني يعني ليه كيماوي؟ يعني ليه ما فيش دواء تاني غير الكيماوي؟ ما هي دي كل الادويه ادويه كيميائيه. لا كل الادويه عموما ادويه كيميائيه. كيميائيه. ماشي. ده بس اسطوره عينه اي كيماوي. ثم حضرتك قلت بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات مفيده جدا يعني. ماشي. بيحجم الورم
ويقتل معظم الخلايا اذا كانت انتشرت في الجسم. يخلينا من مرحله مثلا 3 لمرحله 2 وساعات يوصلنا انه يختفي تماما. فدي الحاجات الايجابيه اللي بيعملها. طب تمام، بس بيقولوا الكيماوي بيبوظ برضو يعني اذا قلنا الحاجات الحاجات الايجابيه دي في الاول يخلينا نستحمل ان ممكن المريضه في المره الرابعه الخامسه يجي لها الم في ام المعده يجي لها شويه شعر ويرجعوا تاني. بس احنا ما ننساش ان هو حجم الورم او قضى عليه قضى او منع انتشاره، خلاه من مرحله 4 لـ3 او من 3 لـ2. فهو عمل عظيم. ماشي، نستحمل بعض الاضرار الجانبيه. طيب دي في المرحله اللي هو بنقول ايه ما قبل الاخيره اللي هو الورم انتشر للغدد الليمفاويه. اذا كان انتشر للجسم لو مرحله اخيره بقى انتشر عن طريق الدم للجسم كله سواء كانت للعظام او للكبد او كده، برضه بيبدا بالعلاج الكيميائي الاول، ويبقى العلاج الكيميائي هنا هو العلاج الاساسي. ماشي، بعض الاحوال نعمل جراحه ثدي او ما نعملش على حسب كل مريض. تمام، بس حتى نقدر الخلاصه نقول ان مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، حتى لو مرحله اخيره نقدر نعالج سرطان الثدي بنسبه 100% شفاء حتى لو مرحله اخيره. طب خلينا اقول بتبقى صعبه شويه. لا خلينا اقول 1 و2 و3 ممكن نوصل 100%. ماشي، 4 احنا بنتكلم على ارقام 40 لـ50%. هو كام درجه؟ هم 4 مراحل مش درجه. بتكلم على مراحل، مرحله غير الدرجه. انا قلت لغايه 3 لكن هي الرابعه. هم 4 مراحل. 4 مراحل. هم 4 مراحل لحد المرحله الرابعه. 1 و2 و3 ممكن نسب الشفاء 100% في 3 لـ90%. في 4 لا بتقل بقى، بنوصل بنتكلم على 40 50%. 1 و2 المفروض 100%. العمر كمان بيفرق يعني. هو في تقييم كتير لدرجه شراسه الورم، هي دي اللي بتفرق. المرحله دي حاجه مهمه، ثم درجه شراسه الورم بمعنى ان الخليه دي بتنقسم قد ايه، بتتصرف ازاي، استجابتها للهرمونات هتبقى ايه، استجابتها للعلاج الكيماوي هتبقى ايه. دي عوامل كلها مهمه. بشكر حضرتك جدا الدكتور عبد الفتاح الشيخ استاذ مساعد جراحه الاورام بكليه الطب جامعه الازهر. بشكر حضرتك جدا، نورتنا يا فندم النهارده. ميرسي على معلوماتك القيمه. مشاهدينا احنا لسه معاكم بنتواصل، هنروح فاصل لكن بعد فاصل انتظرونا، هنتكلم عن المعده والجهاز الهضمي والام الجهاز الهضمي وكل المشاكل اللي انتم بتشتكوا منها وكل الحاجات اللي احنا اليومين دول مش عارفين من الفاكهه ولا من الخضار ولا من الجو العام. هيكون معانا الدكتور محمد المنيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي كليه الطب القصر العيني. فاصل ونواصل.